يمكننا نلخصوا الاداء ديال الفريق الوطني في كلمه سيء، اداء كارثي، منتخب خارج النص، منتخب لم يتحمل مسؤوليته في هذه المباراة أمام منتخب البنين الذي اعتبر البعض أنه أضعف حلقة من الحلقات المؤهلة عن الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا كمحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة. اليوم تأكد لنا على أنه الفريق الوطني يفتقد لمقاومات الفريق الوطني القادر على مجاراة إيقاع الفرق الصغيرة، فما بالك الفرق الكبيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للأمم. اليوم تأكد لنا مما لا يدع أي مجال للشك على أنه يجب مراجعة مجموعة من الدروس. لازم أن نوصل رسالة لمن يعني الأمر أن الفريق الوطني أعلى بكثير وأهم بكثير ومن أي فرد كيف ما كان نوعه، لا لاعب لا مسير لا إعلامي لا مناصر. الفريق الوطني لازم أنه ترجع له القيمة دياله. تابعنا وتابعتوا تنتوما كيف أنه مجموعة من اللاعبين يتعالون على وسائل الاعلام في نهائيات كاس افريقيا الامم، امتنعوا على الحديث وسائل الاعلام. اليوم حنا ماشي في وضع اللي ربما نصفيو حسابات، حاشا لله. حنا مغاربه كنا كاملين كان الطموح ان نشوف فريق وطني يبلغ ادوار متقدمه ويفوز باللقب، لكن اليوم يجب مراجعه الدروس. لازم ان نوضعوا اليد على مكمل الخلل، على الخلل اليوم بان وانه كبير، ما كاينش رده فعل امام منتخب بنين بعشرة ديال اللاعبين. ما قدرناش مجرد الايقاع ديالو، اتضح على انه كره القدم الوطنيه يجب ان تراجع دروسها. كره القدم الوطنيه لازم ان ترجع الاعتبار ديالها في اقرب الاجل. نخليو شويه ديال الامل، كنبقاو عايشين ديما مع الامل. الامل يتواصل ونحن سنتابع في صمت خروج كارثي الفريق الوطني من نهائيات كاس امم افريقيا. سواء كونسيرك متواضع جدا امام خصم مصنف من الدرجه الخانه الثالثه، ما عندوش امكانات لعب امام منتخب وطني توفرت له امكانات كبيره جدا في السنوات الاخيره. ما نسموهش تخرج، يمكن تنهز مع منتخب كبير كنيجيريا كبار القاره امام مصر امام السنغال مهضومه. لازم امام منتخب بنيني افضل لاعبين كيلعبوا في الدوري الثاني في فرنسا او في تركيا. انا لا اقلي من احد وكاد هذا واقع. فوارق ضخمه ما بين المنتخبين في ارضيه الملعب ما ترجمتش. بعض اللاعبين غردوا خارج السرب، حتى فلسفه اللاعب اليوم فيها نقاش. امام منتخب نهزم امام منتخب كما قلت هو في الخانه الثالثه وب 10 ديال اللاعبين واربعه منهم عندهم انذار، كيصعب عليا التعبير صراحه. مهما حاولت كيصعب عليا التعبير. كنظن هذه الهزيمه هي صفعه مدويه. الا كان الفرق الوطني خرج في كاس العالم مرفوع الراس ولعب امام منتخبات كبيره وظلماته نسبيا تقنيه الفار، اليوم ما عندنا حتى شي مبرر. الكره كانت عند بين ارجل اللاعبين لتوفرت لهم جميع الامكانيات الى جانب الاداره التقنيه والمدرب هيرفي رونار. نظن هذه الهزيمه غادي تخلق واحد الضجه كبيره في الفريق الوطني واعاده ترتيب واحد المجموعه من الامور. الكره عند المسؤولين عن الشان الرياضي الوطني، اعاده رسم خريطه كره القدم المغربيه لاستشراف المستقبل في اقرب الاجل. بالنظر على المرجعيه التاريخيه ديال المشاركه المغربيه اللي كانت دائما مخيبه للامال الا بعد استثناءات اللي تعتبر مجرد كما تيتقال الفرونسي اكسيدونت باكو. بالنسبه لليوم المنتخب المغربي كرس عدم انسيابيه في المؤدى ديالو، لا التكتيكي ولا الفني ولا البدني. شفنا اربعه المباريات مختلفه تماما، حتى الشوطين الاول والثاني في كل مباراه كان يختلفوا عن بعضه البعض. المنتخب المغربي استصغر الخصم، استصغر المنافس. هذه كان كل المقدمات كان يجب على هيرفي رونار ان ياخذها بعين الاعتبار. منتخب هيرفي رونار يبدو انه منتخب مدلل، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء في من يشاء. يشاء ان يقضي الجمهور المغربي ليله سوداء، ليله فيها كثير من الاحباط، بعد ان سوق وصدر اشارات لي مغلوطه انه تصدر مجموعته الرابعه بالعلامه الكامله وثلاث انتصارات. هذه الانتصارات كانت مثابة الشجرة التي تخفي الغابة، انتصارات هي واهية. وفي الأخر لقينا أننا خرجنا من نافذة ومن الباب الخلفي اللي كان مصر 2019 والتاريخ يعيد نفسه. مباراة للنسيان، مباراة مذلة، مباراة مهينة، وقل ما تشاء. المنتخب الوطني لم يكن في الموعد، كانت بعض العناصر على قلتها اللي تقاتلات ودافعات عن ما بغي. ماشي زعما كل شيء وطني كل شيء مغربي 100%، ولكن ماشي كل شيء يستاهل يكون في المنتخب الوطني. ماشي من هب ودب ممكن يكون لاعب اساسي في المنتخب الوطني. انا شخصيا ما بغيتش نهضر في الدوري الاول حيت كنت ساكون
كمن يغرد خارج السر. منتخب يقول لك ويلي 9 نقاط، انا عرفت انه الصدمه ستتاجل، ولكن قلت ربما كاين واحد الاحتمال انه هذا الافكتيف الموجوده صار سنين كتلعب مع بعضياتها، ربما يكون نسق تصاعدي مع مرور المراحل، حيت حتى الفرقه الصغيره كتكبر. زامبيا مع رونار ماتش باغ ماتش كانت كتكبر شويه بشويه كتكبر. كنت كنتوقع الصدمه ولا المفاجاه تكون في دومي فينال قدام خصم عنيد، حتى السنغال ولا اوغندا كنت ممكن في المتناول. انا شفت السنغال مع الجزائر شي منتخب زعما اللي وقلت كيلعبوا كره وحنا كنبغيو لي زيكيب اللي كتلعب كره قدروا نعطوا معها شي حاجه ونوصلوا نصف النهائي لما لا النهائي. اليوم هاد الصفعه خاصها تفيقنا باش ما نعاودلكش غدا ولا بعد عام ولا عامين نفس الهضره اللي كنقول لك دابا. احنا كنلعبوا في افريقيا ولافريقيا طقوسها. هاد البنين فين ترينات؟ ترينات في مراكش. باش جات الطائره عاديه ديال الركاب مسافرين تجاريه رحله تجاريه. احنا افخم الفنادق، مدرب متوج بلقبين قاريين، نجوم على اعلى مستوى، بزاف الاشياء والامكانيات الموفره لنا، ولكننا نخرج من الباب الخلفي. لذا اذا اردت ان تلعب في افريقيا ووجد لافريقيا رجالاتها على الاقل يكون نسبه وتناسب من هذوك الناس اللي كتخسر عليهم الفلوس انت كاتحاد كروي، من هذوك الانديه اللي كتجيب مدربين على اعلى مستوى باش تنافس دوري الابطال وكاس الاتحاد وكتدي الالقاب، من هذوك اللاعبين. وريني شي واحد من اللي دا الشان في المغرب، سول الكاف على اهداف الشان لمنح لاعب المحلي فرصه ان يكون في المنتخب الاول. انا اعتقد رونار شخصيته ما بقاتش رونار اللي جا في الاول، والرجل قدم تنازلات. تذكرته نهار اللي قال ما نجيبش لعابه من الخليج، نهار اللي مشاو لك الواعرين من بعد المونديال غيرتي قناعاتك، ونص الدراري تبارك الله الاساسيين راه من بطولات خليجيه. وعلاش ضيعتينا مثلا في وقت من الاوقات في يوسف العربي كان هداف مع الريان بعد الخويا مثلا؟ بزاف الحوايج وقعات. نتمنى انه المنظومه الكرويه المغربيه ماشي حتى تقصينا، لا راه كنت تقدر تتاهل وتخسر بشوها اكبر مع السنغال او اوغندا، كنت تمشي لدومي فينال ويجيك 40,000 ولا 30,000 مشجع كما وقع في روسيا وتصدم عدد اكبر من الجماهير. اليوم الحمد لله الصدمه خفيفه حيث راينا وجهنا في المرايه مع البنين.